مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم. ايام قليله بتفصلنا عن استقبال عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم بكل خير. وطبعا كلنا متعودين قبل العيد بنستعد له بشراء اللحوم وكمان الاضاحي، واحنا دلوقتي موجودين امام مجزر الخنكه التابع لوزاره الزراعه، واللي هنتعرف من خلال جولتنا جواه على اهم التدابير الوقائيه والاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم بيها الوزاره، وكمان هنساعدكم مشاهدينا على اختيار اللحوم واختيار الاضاحي قبل العيد. خليكم معانا وتابعونا في جولتنا. بنجدد التحية مشاهدينا من داخل المجزر ومع أولى ساعات التشغيل. بيسعدنا يكون معانا الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالأليوبية. بنرحب بك يا فندم معانا على شاشة MBC مصر. أهلا وسهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة. في البداية فندم عايز أعرف منك طبيعة عمل المجزر بتبقى عاملة إزاي خلال الأيام العادية وفي الأيام اللي بتسبق عيد الأضحى المبارك. هو طبعا أنا عندي على مستوى الأليوبية 30 مجزر، طبعا اللي بيدير المجزر في طبيب كشاف على الباب بيكشف على الحالات وهي داخلة، وفي أطباء جوه للكشف بعد عملية الذبح والإطمئنان على سلامة الحيوانات والكشف عليها. في أيام العيد بتبقى فيه بقى توجيهات من معالي وزير الزراعة وتعليمات معالي محافظ الأليوبية برافع درجة الاستعداد. بنمد الاطباء، بنلغي طبعا اجازات الاطباء وبنمد المجازر باطباء من الوحدات او من الاداره البيطريه لكثافه المذبوحات في فتره العيد الاضحى المبارك. في تكثيف حملات معانا مع الطب البيطري مع التموين، مباحث التموين، الصحه، الوحدات المحليه، في تكثيف حملات على جميع الاماكن فيها عرض اللحوم سواء مخزون او معروض، سواء مخزون في الثلاجات او معروض وبمحلات الجزاره. دكتور امل، اكيد احنا متفقين ان احنا بنمر دلوقتي في ظروف استثنائيه، جميع مؤسسات الدوله بتطبق عدد من التدابير الوقائيه والاجراءات الاحترازيه داخل منشاتها. كلميني اكتر عن تطبيق الموضوع ده داخل المجازر، بيتم ازاي يا فندم؟ بنمد المجازر كلها بمطور رش بيشتغل اثناء قبل عمليه الدخول المترددين على المجزر، ودي بنطهر المجزر قبل الدخول، وبعد الخروج بتاع المواطنين وانتهاء اليوم العمل بيتم تطهيره تاني بالكلور. في طبعا لبس الكمامات، في التباعد الاجتماعي بين المجموعات وبعضها البعض، كل دي اجراءات احترازيه مطبقينها على جميع المجازر في اثناء فتره الكورونا. المجزر هنا دخل خطة التطوير للمجازر، ودي كانت خطة الدولة في تطوير المجازر لرفع كفاءتها وتطويرها بإنشاء خط نص آلي للذبح. احنا بقينا نقدم خدمة مميزة جدا للجزار، وعشان طبعا نخرج لحوم أو ذبائح صالحة للاستهلاك الأدمي وذات جودة عالية كمان. أنا بدعو من خلال حضراتكم جميع المواطنين اللي هيقوموا بذبح الأضاحي إنهم يتوجهوا للمسالخ، لان ده امر مهم جدا في حاجات كتير. اولها انه يضمن ان اللحمه اللي هيقدمها للمواطن تكون صالحه وخاليه من الامراض في ظل الموجه اللي احنا فيها من الامراض. فالذبح في المجازر بيقلل ضغط كبير جدا على البيئه، لان المخلفات بتتشال اول باول من داخل المجازر، مش هنقدر نتخلص منها في الشوارع بالسرعه، وهتبقى سبب في انتشار العديد من الامراض في ظل المرض اللي احنا موجودين فيه برضه. ده لازم تكون الظروف في اللي حواليه كلها متاخد كافة الإجراءات. احنا موجودين ومستنيين الناس من أول يوم العيد، وبنقول لهم احنا تحت أمركم، غرفة عملياتنا جاهزة في الإدارات والمديريات، أي اتصال أي شكوى هنتعامل معاها على الفور. عدد من الإجراءات الطبية الضرورية بيتم تطبيقها هنا داخل المجزر قبل عملية الذبح للتأكد من خلو المواشي من أي أمراض، هنتعرف عليها من خلال وجودنا معانا هنا مع الدكتورة ريهام حسن مدير مجزر الخنكة. احنا الصبح بدري أول ما بنفتح بنتأكد الأول من الذبائح، أول حاجة عندنا خط اللي هو العجول البقر والجاموسي، بنبتدي أول حاجة إن هم ينزلوا على الميزان نشوف الوزن إن هو مطابق للقانون 517، إن هي الوزن لا يقل عن 400 كيلو. بعد كده بالنسبة لباقي المذبوحات سواء عجول بقر أو جاموسي أو جمال أو ضأن، بنبتدي إن احنا نشوفهم ننزلهم في الكارانتينا، بنبتدي نشوف في الكارانتينا نكشف عليهم كشف ظاهري. الكشف الظاهري بيتم عن طريق طبيب الكشف، بيتم الكشف عليهم ونخلوهم من جميع الأمراض. بعد الدخول للعنبر بيبتدي يتم الذبح عليها،
لما بيحصل الذبح بنبتدي نشوف ان الذبح ده سليم وعلى الطريقه الاسلاميه، وبعد كده لما بتتعلق الذبيحه بيتم تبويب الكشف الداخلي بالكشف على الذبيحه لخلوها من جميع الامراض وانها صالحه للاستهلاك الادمي. بعد خلوها والتاكد من ان هي صالحه للاستهلاك الادمي بيتم ختمها بالختم الخاص بها، سواء ان هي صغير او كبير، بالختم الخاص بها الوارد من المديريه او المحافظه. دكتور ريهام، لو تكلميني عن الاختام اهميتها ايه، وازاي المواطن او المستهلك يقدر يفرق ما بين اللحوم الحيه واللحوم المستورده؟ حضرتك الختم بيبقى عباره عن 5 لقم، الختم الصغير دايما بيبقى مميز ان هو شكله دائري، اما الختم الكبير بيبقى مميز ان هو شكله مربع او مستطيل. الختم طبعا اللحوم البلدي بتتختم بالختم الاحمر، والصغير بيتختم بالختم الدائري، والكبير بيتختم بالختم المربع. اما المستورد فهو عباره عن ختم بقر اللي هو القديم، طبعا الختم تم تجديده، فالختم المستورد كما هو لسه اللي هو البقر، وبيتختم بالماده البنفسجيه. خلصت جولتنا داخل مجزر الخنكة بالأليوبية، ولكن فقرتنا لسه مستمرة. هنتوجه على طول دلوقتي للأسواق، هنتعرف خلال وجودنا هناك على حركة البيع والشراء والأسعار، وكمان هنقول لكم مشاهدينا إزاي تختاروا الأضحية السليمة. خليكم معانا. عايز أعرف منك وإحنا في السوق دلوقتي، إيه الأنواع اللي أنتوا بتبيعوها سواء من الخرفان أو من العجوب؟ بنبيع خرفان برقي وعجول بلدي. عايز اعرف منك بقى الاقبال بتاع المواطنين، هل في اقبال كبير ولا الموضوع متاثر شويه؟ لا، في اقبال مظبوط، يعني الناس بتشتري، ناس ياما بتشتري، ويعني 100% الحال ماشي الحمد لله. حاليا احنا دلوقتي بنبيع البرقي ب 65 والبلدي ب 60، وبنبدا بالبقر البلدي ب 57. طبعا احنا لنا زبوننا علشان السلاله بتاعتنا نظيفه، فزبايننا احسن من السنه اللي فاتت بكتير خالص. انا جاي اشتري خروف، اسعاره كويس، وقلت هشتري من الشادر عشان هو بقى اللي في الشارع، وقلت لازم يتباع هنا في الشادر عشان اضمن ان هو اللحمه كويسه. برغم الوضع الحالي اصريت ان انا انزل الشادر واشتري العجل اللي هيتذبح في العيد، وعملت اجراءاتي كلها الوقائيه، الكمامه والكحول وكده، وبحب انزل قبل، يعني قبل العيد بثلاث ايام بالظبط اشتري، يعني الواحد بيبقى مضغوط قبل العيد وكده. بس الاسعار يعني فعلا العيد ده افضل بكتير من الاسعار اللي فاتت، بجد اسعار يعني مناسبه في متناول المستهلك. من احد اسواق شبرا الخيمه، عايزين نتعرف على نوعيه ومواصفات الخروف الجيده اللي احنا نقدر نشتريها خلال الايام دي. ومعانا دلوقتي المهندسه ايمان محسن، مهندسه انتاج حيواني، هتقول لنا ايه هي المواصفات السليمه والمواصفات الصحيحه اللي نقدر من خلالها نشتري الخروف واحنا مطمنين. احنا اول حاجه بندخل نبص عليها في الخروف صحته الجيده، اول حاجه بنبص ان يكون الفرو بتاعه ناعم او لامع نظيف، تاني حاجه يكون بنبص عند العضله القطنيه بتاعته بنشوفها مليانه ولا لا، فاذا بنعرف الخروف ده واكل كويس او متغذي كويس. تاني حاجه بنبص على عينيه ان هي براقه، في نفس الوقت الحيوان صحته كويسه، بياكل كويس بيشرب كويس، زائد ان هو بيكون جاي اصلا من مرعى كويس، فده بشوفه في الحيوان اول ما بدخل المزرعه بلاقيه بيتحرك بحركه كويسه جدا. وفي أثناء جولتنا داخل السوق لاحظنا إطلاق مبادرة من أحد المهندسين الزراعيين للحفاظ على سلالة الخروف البرقي، وهو خروف مصري أصيل، ولفترة من الفترات واجه خطر الانقراض أو قلة أعداد، ولكن بالمبادرة دي قدروا القائمين عليها ان هم يزودوا اعداد الخروف ده ويحافظوا عليه. ومعانا دلوقتي المهندس محمد الجمال صاحب المبادره. البدايه لو تقول لي يعني منين جت الفكره؟ اولا كل سنه وانتم طيبين، مناسبه عيد الاضحى. الفكره جايه مجموعه من الشباب، احنا كنا مسافرين خارج مصر، فقررنا ان احنا نعمل مبادره الخروف البرقي. الخروف البرقي ده موطنه محافظه مطروح. الخروف بيتميز نسبة التصافي بتاعته عالية جدا، نسبة الدهون لا تتجاوز 10% من حجم الخروف. بالفعل احنا قررنا ناخد الحفاظ على السلالة، وبدأنا ان احنا نعمل مزرعة في العالمين على مساحة 500 فدان، وعملنا فيها أماكن تريض للخرفان، وعملنا فيها أماكن ملاعب للخرفان،
وبالفعل الحمد لله نجحنا وقدرنا دلوقتي نوفر العلف اللي كان المربي بيعاني منه من 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 علو تكلفة العلف. قدرنا نعمل تركيبة علف تكلفتها أقل بكتير بحيث إن هي تخلينا نقدر ننافس. سعر البرقي كان قبل ما نخش ونعمل المبادرة بتاعتنا كان سعر البرقي يتراوح من 75 جنيه، دلوقتي احنا بنبيع البرقي ب 65 جنيه. بدأنا الحمد لله دلوقتي اما عملنا حصر لقينا 700 ألف خروف برقي موجود، يعني احنا زودنا العدد البرقي اللي كان موجود. الخروف البرقي مطلوب جدا في دول الخليج، الخروف البرقي جدا يتميز جدا بنسبة الدهون، ملهوش ريحة زفارة. الخروف كل يوم الصبح لازم يعمل نسبة رعي، الراعي ياخده 2 كيلو أو 3 كيلو ويرجع بيه برضو نفس المسافة، فده بيخلي نسبة الدهون بتاعته لا تتجاوز 10%. وبكده مشاهدينا فقرتنا تكون انتهت، بدأناها من داخل المجازر ونهيناها داخل أسواق المواشي. أتمنى مشاهدينا تكونوا استفدتوا استفادة كبيرة، بشكركم على حسن المتابعة وإلى فقرة أخرى إن شاء الله.